مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، ونبدأها بأبرز العناوين. إيران تندد بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها وتؤكد مواصلة برنامجها الصاروخي. كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ومناورات عسكرية بين واشنطن وسول ردا على تجربة بيونغ يانغ. مركز القبول الموحد يعلن أسماء الطلبة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول لبرامج العام الأكاديمي القادم. أهلا بكم. أعلنت إيران أنها ستواصل برنامجها الصاروخي بطاقته الكاملة في رد على عقوبات أمريكية يتوقع أن يصادق عليها الرئيس دونالد ترامب لتتحول إلى قانون. وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدين العقوبات الأمريكية التي تشمل تجميد وصول شركات إيرانية في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها. واعتبر المتحدث الإيراني أن تلك العقوبات تهدف إلى إضعاف الاتفاق النووي. من جانبه صادق البرلمان الإيراني على حزمة إجراءات في رد على العقوبات الأمريكية. أعلنت كوريا الشمالية نجاح تجربة صاروخية ثانية لإطلاق صاروخ عابر للقارات، موضحة أن الصاروخ الذي أطلقته استطاع قطع مسافة 1000 كيلومتر. وفي رد على التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية مشتركة. أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا بالذخيرة الحية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وقال بيان للجيش الأمريكي إن التدريب استخدم صواريخ أطلقت في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية على طول الساحل الشرقي. وقالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها أجرت تجربة ثانية ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، أثبت أنه قادر على مهاجمة كل البر الرئيسي الأمريكي، مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوبيخا من الصين. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف بنفسه على إطلاق الصاروخ، وقال إنه تحذير شديد للولايات المتحدة وإنها لن تكون بمأمل من الدمار إذا حاولت شن هجوم. جاءت عملية الإطلاق الجديدة بعد مرور أقل من شهر على إجراء كوريا الشمالية أول تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في تحدي لسنوات من الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لكبح الطموحات النووية لبيونغ يانغ. وقالت كوريا الجنوبية إنها ستقوم بنشر 4 وحدات إضافية من نظام ثاد المضاد للصواريخ، وطالبت مجلس الأمن الدولي بمناقشة عقوبات جديدة وأكثر صرامة على جارتها الشمالية. وقال ترامب في بيان إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أمنها وحماية حلفائها في المنطقة. كما عارضت الصين الحليفة الرئيسية لبيونغ يانغ أنشطة الإطلاق التي تتنافى مع قرارات مجلس الأمن والرغبات المشتركة للمجتمع الدولي. هذا ودعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات إضافية صارمة وعاجلة بعد قيام بيونغ يانغ بتجربة إطلاق صاروخ جديد. وتوالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي قيام كوريا الشمالية بالإطلاق الأخير تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين. هذا وحمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الصين وروسيا معا مسؤولية ما اعتبره بتفاقم الخطر الكوري الشمالي، وذلك بعد إطلاق هذه الأخيرة الصاروخ البالستي العابرة للقارات، بينما أدانت الصين تجربة صاروخية لكنها دعت في الوقت نفسه الأطراف إلى ضغط النفس. نشرتنا الأخبارية مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد قليل. طريق ضنكة الخبيب منجز من منجزات النهضة المباركة ومفردات سياحية جاذبة تنفرد بها القرية.
أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول للبرامج الدراسية للعام الأكاديمي القادم، وستقام الاختبارات خلال الفترة من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأحد السادس من أغسطس المقبل. وبلغ مجموع المقاعد الدراسية لبرامج المقابلات واختبارات القبول والفحوصات الطبية 1676 مقعداً شملت بعض برامج البعثات الخارجية والبعثات الداخلية. وتأتي هذه المرحلة مباشرة بعد إغلاق باب تعديل الرغبات وقبل نتائج الفرز الأول والمزمع إعلانها يوم الأربعاء 9 أغسطس المقبل. طريق ضنكة الخبيب أحد ثمار النهضة المباركة، وقد أحدث تحولا في المكان ونقلة وتسهيلا في التنقل بمحافظة الظاهرة. الطريق المفتتح مؤخرا أبرز الجماليات الطبيعية الجاذبة سياحيا لقرية الخبيب. قرى توزعت وتنوعت مفرداتها تسترخي بين سفوح الجبال وبطون الأودية بمحافظة الظاهرة. تكيف قاطنوها مع صعوبة وتباين تضاريسها وسخروا إمكانياتهم للعيش فيها في ديدن حياتي عسير سرعان ما تبدد، لتشرع عملية تغيير وبناء للمكان ونهوض بالإنسان. سعيد العلوي أحد سكان قرية الخبيب بولايتي ينقل: تصادف أن التقيناها في ولاية ضنك، نزل من قريته الجبلية يقضي مصالحه ويتعالج مع أولاده لنرافقه في عودته إلى القرية عبر طريق لم يكن موجودا بالأمس القريب، اختصر الوقت وقرب المسافات. تبضعوا من ولاية ينقل أو ولاية ضنك أو البريمي، أصبحت في يسر وسهولة الحمد لله. والمسافة كانت تقدر ب 15 كيلو إلى ولاية ضنك، ناخذها في ساعة. الحين 10 دقائق وأنت تكون في ولاية ضنك. ولاية ينقل تبعد عن قرية الخبيب حوالي 37 كيلو متر. أصبحت الآن اللي كان يبي يصير ولاية ينقل ياخذ ساعة، ساعة وعشر دقائق، الحين الحمد لله 15 دقيقة 20 دقيقة أنت في ولاية ينقل. حالة من البهجة والسرور تسود الأهالي استبشارا بالوليد الجديد الذي تيمن في تسميته بالقرية، فوصل السهل بالجبل والوادي بالصحراء ورسم خارطة تنقل للمواطنين، ربطت الظاهرة بالبريمي ومنهما إلى شمال الباطنة، فتغيرت صورة الحياة في الخبيب. ولأن من سمع ليس كمن شاهد وعايش، زرنا الوالد سالم في مزرعته بحضور أفراد أسرته، فكان الحديث عن واقع حال أرض كيف كانت وأين غدت في ظل تنمية جنى ثمارها وسعد بمكاسبها كل فرد على هذا الوطن. من حكم كابوس الحمد لله رب العالمين، خير خير وخير ولين آخر نهاية، وأمان وراحة كل شيء. هذا العقبة ما تروم تخطفها، غير كان على طي قابضنها بالحجامة بس اللي زلت تعبتكم والوادة عنك في المذيكة تعبت لك الوادة غريق. والحين الحمد لله رب العالمين شارع كار، ولا تخطف انت من تطلع من القرودية لين تخطف لو مجان طلنك، ما تحتم متى الوقت يخطف متى يمضى ومتى تروح. الحين الحمد لله رب العالمين، لو صدع طشونا راسه قال ودي الطديق، لو تعور عينه قال ودي الطديق. الحمد لله الحين مرتاحين وخير ونعمة وبركة، ولا قاصر إلا العمر ما يتوفى، ولا كل شيء كل شيء أطول عمر السلطان، وفر لنا كل شيء ولا قصر علينا شيء، الله يعطي الصحة وطول العمر. المسار التنموي الحديث والذي عزز التواصل الاجتماعي للسكان كشف عن جماليات طبيعية وأودية تصافحت فيها خضرة النخيل مع سفوح الجبال، وأباح لنا عن شواهد جاذبة من المكنون الجغرافي والجيولوجي. جهود قضمت الصخر وذللت التحديات فتفجرت ينابيع الخير تجري لراحة المواطن وسعادته أينما سكن وأقام. محمد بن سعد العلوي من بلدة الخبيب بولاية ينقل محافظة الظاهرة. يستعد مطار صحار في 8 أغسطس المقبل لاستقبال ثاني رحلاته الدولية بتدشين الخطوط القطرية، أولى رحلاتها من مطار الدوحة إلى مطار صحار بواقع 3 رحلات في الأسبوع.
ومن جانب آخر شهد مطار مسقط الدولي وصل على خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نموا في حركة المسافرين ليبلغ مجموع المسافرين عبر المطارين 7,185,134 مسافرا. وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم المحولون والترانزيت ليبلغ بنهاية شهر يونيو الماضي أكثر من 6,500,000 مسافر مقارنة ب 5,600,000 مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أوضحت وزارة التجارة والصناعة متطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية المعبأة للبيع كغذاء خلافا للأنواع الأخرى من المياه التي تباع أو تستخدم لأغراض أخرى. وقالت الوزارة إن المياه المعدنية الطبيعية المعبأة تتميز عن مياه الشرب المعبأة العادية بأنه يتم الحصول عليها من مباشرة من مصادر طبيعية أو من عمليات الحفر للآبار الارتوازية الجوفية لتجنب أي تلوث يؤثر على جودتها الطبيعية والكيميائية، كما تحتوي على أملاح معدنية بنسب تكوينية مميزة وثبات تركيبها ودرجة حرارتها واستمرار تدفقها مع أخذ دورات الفصول الطبيعية في الاعتبار ومراعاة إنتاجها تحت ظروف تضمن نقاوتها الأصلية وتركيبها الكيميائي لمكوناتها الأساسية مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة. يعد سوق سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية واحدا من أهم الأسواق التقليدية المعروفة بالسلطنة، والذي يشهد حركة تجارية نشطة على مدار العام. هنا تأسس سوق سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية منذ مئات من السنين، وهذه هي آثار هذا السوق تحكي عن تاريخه وعن عراقته على مدى مئات السنين. دكاكين السوق كانت خير شاهد بنقوشها وامتداد جدرانها الصامدة، تاركة خلفها قصة الإنسان العماني مع التجارة. حقيقة سوق سناو هو سوق أهلي قديم منذ الزمن، وكانوا الأهالي جزاهم الله خير في هذا الوقت متواجدين في هذا السوق بشكل دائم ومستمرين فيه. لكن عندما جاءت النهضة المباركة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، ارتوى بنقل هذا السوق من هذا المكان إلى مكان جديد يعني. والسوق هذا حقيقة القديم سوق قديم والطرق صعبة الوصول إليه، على حسب ما تشاهد الآن وتشوف الطرق صعبة، وارتوى الجماعة بنقل هذا السوق من مكانه القديم إلى مكانه الجديد. هذا هو السوق الجديد بعد انتقالنا من السوق القديم، ولكن يبقى على أصالته وتاريخه بمفرداته المختلفة وبأقسامها أيضا التي تتوزع بين جرمات هذا السوق. دعونا ننظر إلى هذا السوق ونأتي أيضا بتقرير عن هذا المكان بمختلف أقسام سوق سناو. السوق يشهد حركة تجارية نشطة بين أروقة محلاته إلى جانب بيع الأسماك المجففة والطازجة واللحوم. سابقا كان السوق الداخلي عبارة عن 50 محل تقريبا، إذا بلغ بالكثير يعني 60 محل يعني، بينما الحين نتكلم عن فوق 1500 أو 1600 محل، وهذا دليل يعني على التوسع اللي حصل خلال 30 سنة الماضية، ومن ثم بمعنى من البداية إلى 47 سنة من النهضة المباركة. هنا تتم عملية المناداة على الخناجر والأسلحة التقليدية والمواشئ في مشهد تراثي جميل، لتؤكد هذه المهنة بأن لها حضور ممتد منذ زمن بعيد. أول شيء الساعة 6 تبدأ المناداة في الجمال، وبعدين في الأبقار، من بعد الأبقار المناداة في الأغنام والأسلحة، كل يعني هلا يتمدى عدد من الساعة 8 ما فوق حتى نهاية الساعة 11 كلها تعاد تستمر المناداة في الأسلحة وفي الأغنام وهذه. ولا أما أول شيء الجمال، ثاني شيء الأبقار. ويبقى سوق سناو محافظا على هويته كغيره من أسواق السلطنة. صالح بن حمد الحبسي، سوق سناو بنيابة سناو ولاية المضيبي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تندد بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها وتؤكد مواصلة برنامجها الصاروخي.
كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ومناورات عسكرية بين واشنطن وسول ردا على تجربة بيونغ يانغ. مركز القبول الموحد يعلن أسماء الطلبة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول لبرامج العام الأكاديمي القادم. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد الى النشره الجويه. اخر الصور الجويه مشاهدينا الكرام، وهطلت امطار متفرقه ومتفاوته الغزاره على سلسلتي جبال الحجر جراء تواجد بعض السحب المحليه. بعض السحب المتفرقه تكون حاضره على معظم مناطق السلطنه والقادمه من بحر العرب الى اجزاء السلطنه. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام لهذه الليلة، بداية من العاصمة مسقط، حيث تبدو درجات الحرارة مشاهدينا عند نهاية العشرين ضمن أجواء صافية مستقرة وخالية من السحب. تطال أيضا هذه الأجواء محافظات جنوب الباطنة مع فرص الانتشار وتفرق لبعض السحب، ودرجات الحرارة تكون ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وفي شمال الباطنة كذلك، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع 30. على محافظة مسندم تبدو الأجواء مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة عند مطلع 30. وفي محافظة البريمي تبدو الأجواء مستقرة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب، درجات الحرارة عموما عند مطلع 30. وفي محافظة الظاهرة تطالها أجواء غائمة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب، درجات الحرارة عموما ما بين نهاية العشرين ومطلع 30 على المناطق الصحراوية. في محافظة الداخلية درجات الحرارة تتراوح ما بين 19 إلى 27 درجة مئوية مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. أما الأجواء على محافظة شمال الشرقية تبقى الأجواء مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. وإلى مناطق جنوب الشرقية ومحافظة جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة عموما على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 32 على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان. في محافظة الوسطى تبقى الأجواء مستقرة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب، عموما على المناطق الصحراوية فرص لهطول الأمطار تكون واردة لهذه الليلة، ودرجات الحرارة عموما مشاهدينا الكرام تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة مئوية. سحب الخريف تستمر بالتواجد على محافظة ظفار مع استمرار فصل لتساقط الرذاذ المستمر، ودرجات الحرارة عموما مشاهدينا الكرام عند منتصف العشرين. الرياح على بحر العرب جنوبية غربية نشطة السرعة مشاهدينا تصل إلى 30 عقدة، والبحر هائج الموج أقصى ارتفاعا له 4 أمتار. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بحدود 5 عقد، البحر هادئ الموج أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر. وأخيرا إلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، حيث تشهد رياح جنوبية غربية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، والبحر بالتالي هادئ الموج أقصى ارتفاعا له متر واحد. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.